جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو خالد محمد توم علي أبو بكر من منطقة مكة المكرمة بعث يسأل ويقول: هل مكتوب في الأزل أن فلان مثلا سيتزوج بفلانة، أم أن الإنسان هو الذي يحدد من يتزوجها على حسب اختياره؟ لا شك أن كل شيء مكتوب باللوح المحفوظ ومقدر من الله سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ وحاصل في سابق علم الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فالإنسان أيضا أعطاه الله اختيارا وإرادة ومشيئة يقدر بذلك على أن يفعل ما قدر عليه في اللوح المحفوظ، يقدر أن يفعل ويقدر أن يترك. ومن ذلك قضية الزواج، فالإنسان يتزوج باختياره ويختار المرأة التي تناسبه، ولكن هذا لا يتنافى مع ما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله سبحانه وتعالى. نعم.